أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي. شكلت زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم أمس إلى العاصمة بغداد جدلا كبيرا في أوساط العراقيين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العراقيون عن غضبهم وسخطهم مما حدث من أمور كثيرة أثناء استقبال الرئيس الفرنسي. ظهر حرس الشرف كما نرى في هذه الصورة بشكل غير لائق، حيث البدلة غير مكوية وربطة العنق ليست في مكانها والقبعة لا تجلس على الرأس بشكل صحيح، إضافة إلى جسم حرس الشرف غير الرياضي. لكن المشكلة الأكبر من ذلك أنه أثناء المؤتمر الصحفي لم يكن المترجم موجود، مما دفع الرئيس الفرنسي للتساؤل بل للضحك، أين المترجم؟ كذلك أين السماعات؟ ومن الأمور الأخرى أن أرضية قصر السلام كما نراها في الصورة الآن تحتاج إلى ترميم، كما رصدها ناشطون بصور ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك تم استقبال الرئيس الفرنسي مرتين، مرة من جانب رئيس الجمهورية برهم صالح ومرة من جانب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. أقصد أنه تم إجراء حفل استقبال رسمي مرتين وكأنه سافر من بلد إلى بلد آخر. دعونا نتابع هذه الصور بصورة قريبة. هذا هو حرس الشرف وهذه أرضية قصر السلام في العاصمة بغداد تحتاج إلى ترميم. هنا هذه الصورة وهنا يستغرب ويقول الرئيس الفرنسي أين هي السماعات وأين هو المترجم. كل هذه الأحداث يعني أثارت غضب وسخط العراقيين واعتبروها من المضحكات المبكيات في عراق ما بعد عام 2003. دعونا نتابع هذا المقطع لجانب من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة بغداد ولقائه مع رئيس الجمهورية برهم صالح في المؤتمر الصحفي في بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع لقناة الرافدين. معه الكثير من المشتركات والتطلعات بما يخدم شعبينا وبلدينا. وين المترجم؟ ها وين دي؟ إلى أخو بس ما موجود. ترجمة وين السيدة؟ مش عم يسمع الترجمة. You have it? عم يقول الرئيس مش عم يسمع الترجمة. You don't have any. آه أوكي. الرئيس رئيسي ما عنده سماعة. رئيسي ما عنده سماعة. ماكرون ما عنده سماعة. ماكرون ما عنده سماعة. يعني عدم التمرس على الاتيكيت واستقبال الضيوف الرسميين يبين أن الطبقة السياسية في العراق غير مؤهلة لقيادة البلد، وهذه أمور بسيطة ويعني معروفة في كل بلدان العالم. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات حول هذا الموضوع، موضوع زيارة ماكرون وما حدث خلال هذه الزيارة. عبد الخالق حسن غرد وقال: رئيس الجمهورية الذي طالما قالوا بأنه خريج مدرسة الأتيكيت والتقاليد والمراسيم الدبلوماسية يسقط في اختبار المراسيم بطريقة مخجلة، جعلت ماكرون يضحك منه، لكن فعلا أين المترجم؟ يتساءل. أبو أزهر قال: من مهازل المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيسين برهم صالح وماكرون، الأول يبحث عن المترجم والثاني يضحك وبدون سماعة، وموظفة الإليزيه تصرخ الرئيس ماكرون بدون سماعة ومترجم. يقول قيم الرقاع. سامر قال: الخاطر الله، هو أنتم مال الدولة مال الحكم؟ يتساءل ماكرون من خلال هذا الموقف، أخذ صورة في ذهنه عن مستوى وعقلية القوم الذين سيتعامل معهم. فرصة ذهبية لماكرون كما يقول، طلع المترجم قاعد يشرب شاي بالغرفة الثانية. نجم قال: العراق دبلوماسيا فوضى، قيافة حرس الشرف،
الذي استقبل الرئيس ماكرون، الرئيس العراقي يتحدث والرئيس الفرنسي بدون سماعة وغياب المترجم. كان الأمر سهلا أن يكون أفضل، ويبقى تساؤل أين كان المترجم؟ نذهب إلى شؤون العراق الأخرى. في وجه من أوجه الفساد المنتشرة في العراق، سيطرت الحكومة التي تمنع عبور المواطنين وسيارات الحمل إلا بدفع مبالغ كأتاوات ورشا لعناصر السيطرات. في المقطع التالي الذي سوف نشاهده لسيارة نقل ركاب قادمة من مدينة الناصرية إلى النجف، يقوم السائق بدفع مبالغ نقدية لسائق سيارة أجرة قرب السيطرة، ومتفق مع عناصر السيطرة ليتم بعدها السماح لهم بالدخول عبر السيطرة. هذه الظاهرة أصبحت كثيرة في العراق، ظاهرة الأتاوات والرشافية السيطرة. دعونا نتابع هذا المقطع. هاي 20 هاتف خطار الناس اللي احنا بس عبرنا. يعني راح تحاكي هسه يعبرنا؟ ارجع ما السيطرة مال مدخل النجف ما يعبرون واحد الا تبقى السايق هذا التاكسي متفقين وياه 25,000. هاي دولة شيعة امير المؤمنين دولة. في نفس السياق وفي مكان آخر وتحديدا في محافظة ديالى، سيطرة تابعة لميليشيا لواء أئمة البقية التابع لميليشيا الحشد، تفرض كذلك أتاوات بمقدار 50,000 دينار على أصحاب سيارات الحمل والتي تحمل بضائع للسماح لها بالعبور. تدفع تعبر، لا تدفع لا تعبر. دعونا نتابع هذا المقطع. ها خالي، والله خالف السيطرة مال شو اسمه هاي سيطرة مال إمام ويس يدورون كل واحد 50,000 يلا نعبر. اي والله بس سيطرة مال إمام ويس. اي عيني بس سيطرة مال إمام ويس. والله خالف السيطرة إمام ويس يدورون كل واحد 50 لو دز اسمك لدا كل واحد 50,000. هاي السيطرة مال إمام ويس. شوفوا شباب كل واحد 50,000 يلا يا عبا. وحول هذا الموضوع نقرأ من التعليقات ما يلي. سلمان الصالح قال والله العظيم 75,000 ألا تعبر، أمطرت 70 ما عبرني، يقول الله لا يوفقهم. حمزة دليمي قال عصابات يسلبون بالعالم وما حد يقدر لهم. حسين قال لعد وين الكاظمي يتساءل مو يقول أريد أقضي على الفساد، يلا أقضي عليه لو بس الصفط علينا. أحمد قال صاروا تجار من وراء اللغف وكل واحد يملك أموال وبيوت ورصيد. خريجو المعاهد التقنية الشريحة المنسية والتي لا تجد لها مكان في وظائف الدولة، مطالبات بفتح باب التعيين والتوظيف وإيجاد فرص عمل لآلاف الخريجين العاطلين عن العمل، حيث توعد الخريجون بخروج تظاهرات كبيرة أمام بوابة الخضراء للمطالبة بتوظيفهم، وتم تداول وسم انتفاضة المعاهد 6-9 من أجل التحشيد للتظاهرات. دعونا نتابع هذا المقطع. عم خريج المعهد التقني، خريجي المعاهد التقني، ذولا ليش ما حد جاي طالب بحقوقهم؟ ذولا ليش ما محترف بيهم من قبل الحكومة؟ ذولا مو شهادة دبلوم عالي؟ ذولا مو تعبوا سنتين؟ ليش ماكو دوائر جاي تتبناهم؟ يعني أسوة بأخوتهم المحاضرين هسه اللي طلعت أسمائهم، هم ليش يعني لا أكو تقديم إلهم؟ لا أكو مثلاً معاملة إلهم؟ لا أكو دوائر تستقبلهم؟ لا واحد يمثلهم؟ ليش يعني ذولا فضائيين ما محترف بيهم؟ زين انت المن حاط لك معهد تقني وداوم بيه؟ خب طب علي بعد بشغل وفلشه المن يداوم بيه؟ هذا درس وتعب وسنتين وفيم شافه ما مقبول بكل شيء. هسه عندكم وزارات، وزعوهم على الوزارات، وزعوهم على الدوائر، شوفوا لهم صوره حل خطيه. ليش
ليش يعني ليش يعني هذا الشاب هذا تدري هسه هذا المحاضر اللي داوم ابو المعهد التقني هسه خطيه الليل ما ينامه ومن حقه خطيه يقول لك هذا درس وانا درست ليش انا ما محترف بيه ليش ما محترف بشهادتي ليش خلقتوا لكم موضوع بكراهيه يعني. ونقرأ من التغريدات حول مطالبة خريجي المعاهد التقنية بالتوظيف. أنوبة قالت الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا حد يظل ساكت ومقتنع بالوضع اللي بي، ما راح نعوف حقوقنا، نحاول مرة ومرتين إلى أن يستجيبون لحقوقنا المنهوبة. انتفاضة المعاهد 6-9 الأحد، هذه قال من الأوائل على قسم تاليها أقعد وأسكت وغيره، هواي من الشباب أوائل ومتميزين، ليش ما تستثمرون هذه الطاقات الشبابية؟ انتفاضة المعاهد 6-9 الأحد. ياسين غرد وقال نطالب بتخصيص نسب لتعيين خريجي المعاهد التقنية، هذه ليست هبة ولا منحة، ونحن لسنا عال عليكم أو على هذا الوطن، نحن أبناؤه وشبابه وعماده، نطالب بحقنا بأن يكون لنا فرصة في بناء أنفسنا ثم بناء وطننا العراق. نور غردت كفاكم يا حكومة العراق ظلما لخريجي المعاهد التقنية، انصفونا تقنيون، مطالبنا ليست مستحيلة، تعيين أبسط حق الريدة من بلد الخيرات. نبقى مع مأساة الخريجين في العراق. المهندسون وموظفو العقود في وزارة الكهرباء يعانون كذلك الأمرين من خلال عدم تثبيتهم كموظفين على الملاك، وأيضا عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم منذ أشهر، حيث طلب المهندسون بتثبيتهم وصرف رواتب العقود المتأخرة رغم ما يقع على كاهلهم من مسؤوليات وأعمال. كذلك غرد مهندسو الكهرباء تحت وسم ثبت مهندسينك يا وزير الكهرباء، لأنهم شريحة مهمة بالوزارة ويحتاج العراق إلى تلك الطاقات. دعونا نتابع هذا المقطع. عمي يا رئيس الوزراء، يا وزير الكهرباء، يا المدراء، يا المسؤولين، يا الحكام، صرفوا رواتب العقود الكهرباء، والله كتلنا الجوع، ها جاني شغل بالخطورة، ما ادري يا ساعة طق علي البريكر، ما ادري يا ساعة يصير انفجار المحطة، لا ان تقاعد، لا ان حقوق، وخدمة 14 سنة من التهميش، وخمسة اشهر بدون رواتب، الله يرضي، محمد يرضي، وجاني شغل بهاي الخطورة. عمي رحنا للعباس صرف رواتبنا، مو والله متنا والله زهقنا، يعني احنا مو بشر؟ احنا منين جاي من تكسيد؟ من كل بوز نديق ما ادري، رحنا للاسلام صرف رواتبنا، مو والله تعبنا زهقنا. ومن التغريدات حول هذا الموضوع نقرأ مصطفى غرد تحت هاشتاج ثبت مهندسينك يا وزير الكهرباء، وقال الهسة احنا بالعمل مستمرين، تجيك تشيك ومتابعة عمل وحدات، وكل هذا أني لشهر 8 بدون راتب، مطلبنا تثبيت مهندسي عقود الكهرباء وبس، وما نرجع 8 أشهر لم يستلم الراتب. زهراء قالت سنة بدون راتب لحد هسه بدون تخصيص مالي، وزارة الكهرباء ما معترفة بعقود الكهرباء، ويقولون ليش المهندس ليه الظاهر ثبت مهندسي الكهرباء يا الكاظمي كما قالت. العباس قال التثبيت مطلبنا وهو حقنا وصلاحية وزيرنا، مهندسي عقود وزارة الكهرباء يستغيثون، ثبت مهندسينك يا وزير الكهرباء. أمير قال لا حلول ترقيعية ولا وعود، لن نرضى إلا بتثبيت الأجور والعقود، التثبيت حق كفاءات الهندسة، ثبت مهندسينك يا وزير الكهرباء. والآن نذهب إلى فقرة الخبر المزيف. نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا على أنه استعداد لجهاز مكافحة الإرهاب لعملية فرض هيبة الدولة كما قالوا، وغلق مقرات الأحزاب واعتقال جميع المطلوبين قضائيا، لكن الحقيقة بأن هذا المقطع الذي سوف نشاهده الآن هو يعود لاستعراض الشرطة في عيدها قبل عدة سنوات. دعونا نشاهد هذا المقطع.
هذا المقطع هو لاستعراض الشرطة في عيدها في العراق، وليس كما قيل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي على أنه عملية فرض هيبة الدولة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لغلق مقرات الأحزاب ومطاردة المطلوبين قضائيا. إلى البريد الوارد. وصلتنا مناشدة عبر البريد الإلكتروني قناة الرافدين، جاء فيها: نحن مجموعة من المعتصمين من كافة الاختصاصات الهندسية قرب جامع ابن بنية، مضى على اعتصامنا 4 أشهر من غير أن نجد من ينصفنا أو ينقل قضيتنا، لذلك نتمنى من حضراتكم تسليط الضوء على قضيتنا وإيصالها إلى الجهات المعنية متفضلين علينا. هذا واجبنا إخوان. ونحن كما عرضنا قبل قليل، عرضنا مأساة خريجي الجامعات العراقية من المعاهد التقنية وكذلك من المهندسين، ودائما ما نسلط الضوء على موضوع خريجي الجامعات إن كان في برنامج تواصل دوت كوم أو في البرامج الأخرى ومنها برنامج صوتكم. الآن إلى فقرة الهاشتاج. استعدادات تجري على قدم وساق لاستئناف التظاهرات بقوة مطلع شهر تشرين القادم، وذلك مع حلول الذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين. أطلق الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وعلى تويتر بالتحديد هاشتاج بعنوان محرم تشرين، وهو ما تصدر الترند في العراق في تويتر. دعونا نقرأ بعض من التغريدات. رشا غررت وقالت إن ثورة تشرين مقدسة لأنها خرجت لردع الظلم، إن ثورة تشرين مقدسة لأنها خرجت لإنهاء الفساد، إن ثورة تشرين مقدسة لأنها خرجت لصنع الإنسانية من جديد، إنها مقدسة بدماء الشهداء، محرم تشرين. رفح قالت: طغت شعارات التظاهرات التشرينية وصور ضحاياها من الشباب وكلمات المجالس الحسينية ضد الطبقة السياسية الفاسدة على مراسم إحياء يوم عاشوراء والتي غاب عنها السياسيون خوفا من الشارع. مارسلين قالت: انقلبت ذكرى استشهاد الإمام الحسين والطقوس التي استمرت في تغييب وعي الناس إلى شعلة نفسية تشحنهم ضد منظومة سياسية مهترئة. سارة غررت وقالت: محرم تشرين أحزاب السلطة الفاسدة خسرت أكبر فرصة لها لتدوير نفسها سنويا بالضحك على عقول البسطاء واستغلال شعائر محرم، لكن تشرين كانت انقلاب، فهذه السنة رأيناهم وحيدين بائسين على ما خسروه من السلطة، يقيمون العزاء في القصور المسروقة من الشعب بدل الشوارع التي لم تعد تريدهم فيها. والآن إلى الجرافيك. في القصص المصورة لهذا اليوم نبدأ مع الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو التي أثارت الجدل من جديد بإعادة نشر الصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتزامن مع محاكمة المهاجمين لمقرها. فرنسا تدافع عن هذا الموضوع تحت يافطة حرية التعبير. دعونا نتابع هذا التقرير تقرير لموقع إيجبلاس عربي. We'll be right back.
يتحدثون عن حرية التعبير، ولكن يوم أمس فقط يعني كان غاضبا الرئيس الفرنسي ماكرون على أحد الصحفيين في صحيفة، وهو صحفي في صحيفة لو فيغارو الفرنسية، تهجم عليه وكان غاضبا وقال له لماذا تقوم بنشر مقال تكذب فيه بأنني اجتمعت في بأحد قيادات حزب الله. كذلك يجرمون من ما يسمى بمعاداة السامية، فأين الحرية في هذا الموضوع عندما أنت تعتدي وتجرح أكثر من مليار ونصف المليار على هذه الأرض؟ فهذه ليست حرية ولكن هذا تقصد للإساءة إلى الأديان الأخرى. اعتداء متكرر مشابه لطريقة الاعتداء على جورج فلويد الأمريكي على مرأة ومسمع من العالم. هذه المرة حصل الاعتداء وكما هو معتاد على الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الصهيونية على مسن فلسطيني. دعونا نتابع هذا التقرير لموقع أنا العربي. خلاص روح من هون، الناس راحت على بيوتها. خلاص بيوتها. خلاص شباب، كاميرا ارجع لي هالكاميرا، وفاء هذا تلفزيون فلسطين، رجع لك هالكاميرا الفيديو. خليته اخوه. شوف 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 بيموت حتى هي الشرف، هي العرض، هي الشرف، هي العرض، حمايتها واجب فرض، حمايتها واجب فرض. انتم دولة حرامية، وانتم دولة حرامية، الا الارض والا الدار والجدار رح ينهار. أين العالم من هذه الانتهاكات التي تحصل بحق الفلسطينيين إذا كان يعرف نفسه بأنه عالم مع حقوق الإنسان؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.